مكانة كبيرة طبعا مكانة كبيرة للنادي الأهلي ورموزها، واجهة مشرفة لمصر كلها الحقيقة، وتواجدنا في مونديال كأس العالم حالة جميلة للمونديال نفسه. زي ما حشيش سأل الصحافة أخبارها إيه من الموقف الأهلي ووجوده في المونديال، بيسري حالة جميلة جدا. أنا وريت حشيش دلوقتي رسائل نازلة علينا، وريتنا في الفاصل من فرنسا ومن كل الدنيا، فعلا احنا رايحين، وفعلا في ناس كتير قوي هيكونوا حابين ان هم يكونوا متواجدين في المغرب مع النادي الاهلي اللي هم بيحبوه وبيحترموه وبيتمنوا له كل الخير. زي ما كابتن عدلي قال، احنا هنلاعب فريق قوي جدا وفريق عنده سرعات جامده جدا، ومحتاجين من الذكاء كيف تتعامل في هذه المباريات من الناحيه الفنيه يعني. ولكن الحمد لله احنا دلوقتي اعتقد ان جماهير الاهلي وكلنا مطمنين شويه للسكواد الكبير اللي اتحقق على ايد مجلس اداره النادي الاهلي، والشكل اللي احنا نقدر نقابل بيه الفرق الكبيره، واحنا فرقه كبيره بما لا شك فيه. احنا من اكتر الناس اللي كان لينا اشتراك في المونديال كاس العالم للانديه، فكل التوفيق. مفيش حد زي ما انت شايف من القناه هنا او من هناك او من اي حته، ولحد النهارده الناس بتشتغل على ان هم يطمنوا جماهير النادي الاهلي ان كل حاجه ماشيه تمام. كل اللي انت بتحتاجه بس التوفيق في اول المباراه، اتوقع التوفيق يوم المباراه الحقيقه، لانه ده برضو مش معنى الكلام اللي احنا عمالين نتكلم فيه ده ان احنا شايفين ان المباراه مش سهله. لا